حياكم الله مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المسافة صفر. لم يتبقى سوى 5 أيام على بدء جلسة البرلمان الموسم النيابي الخامس، ولحد الآن الحوارات السياسية يبدو أنها لم تتوصل إلى صورة واضحة من هي الكتلة الأكبر. هاي مشكلة كبيرة. حوارات ولقاءات كان آخرها لقاء السيد الحلبوسي بالسيد مقتدى الصدر، وكذلك وفد التيار الصدري ذهب إلى أربيل، والكثير من الحراكات السياسية، لكنها لم تصل إلى المرحلة النهائية من تفاهمات واضحة معروفة لتشكيل الكتلة الأكبر. وما نعرف هل الجماعة الكتل السياسية راح يروحون إلى جلسة مجلس النواب وهناك يقدمون ما عندهم ويقولون إحنا الكتلة الأكبر، لو راح تصير اتفاقات اللي نعرفها دائما هي تصير المعتادة أنها اتفاقات اللحظة الأخيرة وتتشكل الحكومة، وما نعرف بعد راح تكون شلونها هذه الحكومة، هل هي توافقية أو أغلبية. مشاهدينا وكالعادة نستعرض على جنابكم مجموعة من الآراء والأخبار المتعلقة بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، وبعدها نبدأ الحوار. عندنا عدد من الآراء والأخبار المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. عندنا الحلبوسي في الحنانة ورئاسة البرلمان والكتلة النيابية ضمن أبرز محاور اللقاء. مصادر سياسية أنه الصدر اشترط حل الفصائل للعودة إلى البيت الشيعي المتمثل بالإطار. دولة القانون يقولون بأنه يرجحون دخول الإطار والتيار بكتلة واحدة في الجلسة الأولى للبرلمان. برزاني بحث مع وفد التيار الصدري ملف تشكيل الحكومة والجلسة المرتقبة للبرلمان. أيضا عندنا اجتماع حاسم غدا بين اليكتي والبارتي لحسم منصب رئاسة الجمهورية. وفد من تحالف عزم يلتقي في أربيل بالقادة الكرد لمناقشة تشكيل التحالفات واختيار الرئاسات الثلاث. البعض يصف زيارة الحلبوسي إلى الحنانة هي رداً لزيارة الصدر إليه في بغداد. 27 مصادر تقول 27 نائب من العزم أمهلوا الخنجر 48 ساعة لتحديد موقفه من الحلبوسي. إذن كانت هذه الآراء والأخبار المتعلقة بموضوعنا لهذا اليوم. مشاهدينا أبدي الحوار مع ضيوفي بعد الفاصل، ابقوا يانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المسافه صفر. رحبوا معي بضيوفي لهذا اليوم، كل من السيد عادل المانع عضو ائتلاف دوله القانون. حياك الله استاذ عادل ويانا ببرنامج المسافه صفر لهذا اليوم. ومرحبا، حياكم الله. حياك الله، شرفتنا. وكذلك بالصوت والصوره ينضم الينا الدكتور مجاشع التميمي المحلل السياسي من بغداد. حياك الله دكتور مجاشع. وكذلك ايضا بالصوت والصوره من اربيل على ما اعتقد السيد عبد السلام البرواري عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. اهلا بك استاذ عبد السلام. اهلا وسهلا. تسمعني واضح استاذ عبد السلام؟ نعم نعم، اهلا وسهلا. حياك الله. ابدي وياك استاذ عادل، مثل ما يقولون انا هواي قرأت تعليقات بالفيس يقولون البساط انسحب من تحت الاطار التنسيقي والكتله الصدريه اسرع في مفاوضات تشكيل الحكومه. لقاء باربيل، السيد الحلبوسي اجى للحنانه، المساله منتهيه، انتم وين؟ بدن تحياتي لك سيد الفاضل ولضيفيك الكريمين ولمشاهديكم الكرام اينما كانوا. لا، هذا الحديث مال الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي ويضرب على وتر يعني التناحر ويضرب على وتر الفرقه. كلانا، واكاد اجزم ان اقول كلا الطرفين، التيار الصدري او الاطار التنسيقي، هما بيت واحد وإن اختلف في قضايا، وهذا الاختلاف أمر طبيعي، يعني كما يختلف الأخوة الكرد في الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، كما يختلف خميس الخنجر عزم مع الحلبوسي تقدم، هذا وارد. ولكن قل لي على أنه
ماذا سنشهد في الجلسة الأولى بعد 4 أيام واليوم الخامس هو يوم الانعقاد، هذا الأهم. أما الإطار التنسيقي بشكل عام أو التيار الصدري إن ائتلف، هذه أمنية البيت الشيعي كله وحتى يعني جمهور البيت الشيعي، هذه أمنية يعني إذا تحققت كان بها ونعمت، وإن لم تتحقق وفقا لاختلافات وجهات النظر، فإن تمكن السيد الصدر من حصد أغلبية مقاعد تفوق التيار يعني فليذهب مباركا له، وإن حصد الإطار مقابل التيار أصوات أعلى فليذهب مبارك له. هذا الكلام مو متأخر بعد 5 أيام للجلسة؟ لا 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 مو متأخر، هذا الحديث مو متأخر، بالعكس كانت نقاشات وحوارات. الإطار التنسيقي بالمناسبة يعني حالة حال بقية الكتل السياسية، كما الديمقراطي الكردستاني، كما العزم، كما الحلبوسي، شكل 4 وفود، 2 برئاسة السيد المالكي، الأولى ذهب بها إلى لقاء خميس الخنجر، الثانية ذهب بها للقاء السيد مسعود برزاني، وقاد التفاوض الثالث حيدر العبادي مع السيد الحلبوسي، وقاد التفاوض الرابع السيد العامري مع السيد الصدر. ولكن المخرجات السياسية من لقاء الإطار مع الحنانة لم تكن يعني على مستوى الطموح والآمال في قضية التئام الجسد الواحد، يعني التيار الصدري عنده مجموعة رؤى لا تتوافق مع الإطار، والإطار لديه رؤى لا تتوافق معه. ولكن قل لي أنه الجلسة الآن لا قبل الجلسة من المنطقي خلينا نحسبها حساب عرب، التيار الصدري ويا الحلبوسي ويا العزم ويا الديمقراطي ويا الاتحاد خلص ماشيين بتشكيل الحكومة، هاي الملامح بدأت تتوضح خلال هاي اليومين، خصوصا أنا كمراقب من أشوف السيد الحلبوسي يجي للحنانة، ومن أشوف وفد التيار ده يشتغل بربيل، أشوف حكومة، أنا أشوف حكومة أغلبية. لا هذا حديث إعلامي ما يرقى ولا يصمد أمام البحث إطلاقا، يعني الرصافي يقول القوم في السير ليس القوم في العزم. إذا بعد تفسر لنا تنطينا شويه من ما يعلن من ما يتحدث به القوم في السر، لعله بالون اختبار يراد منه مجسات كثيره. اي طبعا، فما يعرض في الاعلام او ما يقال هو ليس بصحيح. اكو قضيه يعني يجب ان نلحظها، شوف التكتيم الاعلامي على اللقاءات الثلاثه الاخيره او الاربعه الاخيره. لقاءات من؟ مثلا هسه لقاء السيد الحلبوسي بالسيد الصدر. زين. سمعت عنه مخرجات شيء؟ طلع به مؤتمر صحفي سوى او طلع تصريح من هنا او من هناك؟ لا، اكو قضايا لقاء السيد هادي العامري كإطار اللي سبقه مع السيد الصدر. كذلك زين. نفس الحالة. شنو السبب؟ لقاء الأخوة السنة مع هذه اكو يعني تفاوضات في مفاصل ما ممكن الإعلان عنها، اللي هي تخص رئاسات ثلاث. هذا أول توافق. زين. لأن ما ممكن الذهاب إلى جلسة البرلمان دون توافق، وإلا ستحصل الكارثة داخل مجلس النواب العراقي في جلسة الأولى. إذا حدنا ماكو توافق الكارثة قريبة يعني. أنا تقديري الشخصي قد تطول الجلسة جلسات مجلس النواب برئاسة كبير السن. قد تطول جلسات مجلس النواب برئاسة كبير السن، وقد نشهد مفاجآت داخل الجلسة الأولى أو الجلسة الثانية مما لا يتوقعه. شنو المفاجآت بتحديد الكتلة الأكبر؟ هو دستورية لازم يحدد الكتلة الأكبر. أولا تحديد الكتلة الأكبر، ثانيا قد تكون في تسميات الرئاستي الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، يعني رئاسة مجلس النواب الأولى ومن ثم رئاسة الجمهورية. الحديث عن تشكيل حكومة ورئيس وزراء هذا حديث متأخر بعد ما يؤدي القسم الدستوري اليمين الدستوري، ومن ثم تعلن الكتلة الأكبر واختيار رئيس الجمهورية اختيار رئيس البرلمان أولا واختيار رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يحتاج لثلثين، وأتصور أنه إحنا ما راح نروح للتصويت للثلثين ما لم يتم، راح نروح للمرحلة الثانية اللي هي يتناقص بها حتى يصل النصف زائد واحد. طيب خلينا أروح الدكتور مجاشع. دكتور مجاشع، البعض اعتقد بأنه زيارة السيد الحلبوسي إلى السيد الصدر هي مو زيارة لوضع الملامح النهائية لتشكيل الحكومة، لا، هي رد لزيارة الحلبوسي لسيد مقتدى لا أكثر ولا أقل. شكرا جزيلا حياك نشوان، وتحية لضيفك الكريمين. لحد هذه اللحظة لم يصدر أي لا تصريح ولا تغريدة ولا أي معلومة عن هذا الاجتماع، ولكن
بتحليل بسيط لما دار خلال هذا اللقاء من خلال الصور التي يعني ظهرت ونشرت من قبل المكتب الإعلامي للسيد مقتدى الصدر، يبدو واضحا أن هناك ارتياح وأن هناك تقارب كبير، وهذا الموضوع طبعا موضوع يعني مسبق، وكنا نتحدث دائما عن تقارب كبير بين السيد مقتدى الصدر والسيد الحلبوسي. والسيد مقتدى الصدر حتى بالنسبة لي، وأنا لا أتحدث نيابة عن الديمقراطي الكردستاني، ولكن اليوم ظهر لنا السيد مهدي كريم القيادي في الديمقراطي الكردستاني وتحدث عن توافق كبير وصل إليه مع بين الديمقراطي الكردستاني والسيد مقتدى الصدر أو تيار. فلحد هذه اللحظة السيد مقتدى الصدر، لا نتحدث عن أرقام كما يتحدث الكثير عن 100-120، ولكن السيد مقتدى الصدر الآن لديه أريحية، وهو الآن لديه حتى مرونة. لاحظ أن السيد مقتدى الصدر يعني يخير الجميع بين المعارضة وبين تشكيل الحكومة، عكس ما يدور وما يصدر من الإطار التنسيقي من أن هناك ضرورة المشاركة في العملية السياسية، لأن السيد مقتدى الصدر يمتلك الآن يعني إذا ذهب للمعارضة يمتلك قوة معارضة كبيرة، نواب، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وأنا باعتقادي سيكون يعني سيحرج الكثير من الحكومة إذا تم تشكيل الحكومة من دون السيد مقتدى الصدر. لحد هذه اللحظة المعلومات المؤكدة أن السيد مقتدى الصدر عازم على تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، ربما هذه الأغلبية السياسية ربما تحرج المكونات الكردية والسنية، لكن في توقعاتي أن السيد مقتدى الصدر ربما خلال الاجتماع يوم غد أو بعد يوم غد مع الإطار التنسيقي أن يصل إلى توافقات مع الإطار التنسيقي بذهاب بعض من أطراف الإطار، و يعني ليس بالضرورة كل الإطار التنسيقي يذهب مع السيد مقتدى الصدر، لأن يعني لا القادة الإطار يا دكتور مجاشع قالوها بصراحة بملء الفم، إحنا لو نروح كنا لو ما نروح كنا. ومن الناحية هم واقعية دكتور مجاشع، خلينا نتوقف عند هذه النقطة، قادة الإطار اليوم أكثر تماسكا من قبل، ليش؟ لأنه دولة القانون أكثر من السابق، وتحالف الفتح ما يقدر يروح ويا سيد مقتدى بمفرده، لأنه 15 16 17 مقعد، شو يسوي أمام كتلة عدها 75 مقعد؟ فبالتالي من الناحية الواقعية السياسية مستحيل يروح طرف دون آخر بالإطار التنسيقي، وخطاباتهم وموقفهم واضح بأنه لو نروح كنا لو ما نروح كنا. فمن برأيك شو اللي استندت عليه تقول أنه جزء من الإطار يروح مع الكتلة الصدرية؟ شلون يعني واضح الآن السيد عمار الحكيم يعني أعلن أنه سيذهب إلى المعارضة. السيد عمار الحكيم وإن كان لا يملك سوى مقعدين لكنه مؤثر، شخصية مؤثرة سياسية كبيرة، وأنا أعتقد أن هناك علاقة قوية وكبيرة بين السيد مقتدى الصدر والسيد هادي العامري، هناك تقارب في وجهات النظر بين الفتح وبين التيار الصدري. المشكلة الحقيقية هي بين دولة القانون، وأنا أعتقد أن المشكلة لربما تكون ليس مع جميع دولة عندي معلومة القانون. عندي معلومة دكتور مجاشع، ولا آسف أقاطعك، عندي معلومة بأنه يمكن صار يوم لو يومين سيد مقتدى مدى يجاوب على السيد هادي العامري، هاي ما مصدر يعني سرب لي إياها، صحيح؟ لا هذا الكلام ما أعرف. والله هاي المعلومة يعني أنا لا أسمع عنها ولا يعني، ولكن أنا أعتقد يعني لدي معلومات أن السيد مقتدى الصدر لديه علاقات قوية مع السيد هادي العامري، ولاحظنا خلال الاجتماع السابق الذي جرى في بغداد ربما يعني مثل ما تحدث الأستاذ عادل يعني ما يصدر في الإعلام ربما هناك معلومات أخرى تدور خلف الكواليس. البيت الشيعي يجب أن يحسب أمره، الوضع في العراق أصبح لا يطاق، ونحن نتحدث يوميا عن انهيار كامل يعني في للدولة العراقية، والكل يعرف ذلك. هناك اليوم المفوضية العليا لحقوق الإنسان تتحدث عن 5 ملايين يتيم عراقي، 1 مليون منهم الآن من الأطفال يعملون، هذا كله نتائج يعني الحكومات التوافقية التي لم تجلب لنا إلا الفساد وإلا تقاسم السلطة. إذن السيد مقتدى الصدر يعني من خلال مشروعه الذي قدمه هو يريد أن يصح يعني على الأقل. سؤال أخير جنابك دكتور مجاشع على مود أنتقل لضيفي من أربيل، حكومة الأغلبية السياسية البعض يعتقد بأنها ستشعل حرائق في كل المكونات، يعني هنالك أكثر من 27 نائب يرفضون السيد الحلبوسي، هنالك حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي مصر على السيد برهم صالح، الاتحاد العزم هم مع الحكومة التوافقية مو مع الحكومة الأغلبية، والإطار التنسيقي كذلك. هذه الحكومة الأغلبية على الورق صح، لكن على الواقع مستحيلة. يعني اليوم الإطار يقول لك عندي 75 نائب، والعزم عندهم أكثر من 30 نائب، والاتحاد نعم. كذلك، وممكن يأتي الديمقراطي إذا تم الاختيار على شخص بديل للسيد برهم صالح يأتي مع الإطار. سيد العزيز ليس
يعني من المفترض أن تكون حكومة أغلبية بالأغلبية المعروفة لدى الحكومات أو في الدول الموجودة في الديمقراطيات الموجودة، لكن أنا سبق أن تحدثت، أنا أتوقع أن بعض أطراف الإطار سيتفقون وأن هناك ستكون كلمة للمرجعية الدينية، لأن المرجعية الدينية هي مرجعية وطن كما نعرف، هي تنتظر الآن وتنظر وتراقب المشهد السياسي، لكن حينما يصل الوضع إلى حالة الصبر بالتأكيد ستتدخل المرجعية وستكون هناك تقارب في وجهات النظر. لا يمكن يعني الاستمرار على النهج الذي سارت عليه الحكومات خلال 18 سنة الماضية. حكومة 2018 ما عندنا كتلة أكبر، احنا ب 2018 قل لي يمين الكتلة الأكبر. نعم. 2018 ما عندنا كتلة أكبر، ولكن أستاذ عادل يعني أستاذنا العزيز يعني. أستاذنا العزيز وأنت عرفت يعني نتيجة حكومة الـ 2018 انهارت بعد فترة قليلة. أحسنت فعدم التوافق سيودي إلى حكومات ضعيفة، إلى حكومات ضعيفة يعني على الأقل نسوي معالجة كتلة أكبر بحكومة الأغلبية. ما تصير حكومة الأغلبية هي اللي بعدم قبول الشريكين زائد الإطار، يعني الشريك السني والشريك الكردي زائد الإطار، يذهبون إلى حكومة ائتلافية توافقية. هسه خلونا نروح لأستاذ عبد السلام لأنه تأخرنا عليه. أستاذ عبد السلام حياك الله ويانا من جديد. أستاذ عبد السلام، مثل ما يقول دكتور مجاشع، يقول هنالك تفاهمات جيدة وشبه نهائية مع الحزب الديمقراطي للانضمام إلى حكومة الأغلبية اللي ينادي بها سيد مقتدى. أنتم قريبين على من؟ قريبين على الكتلة الصدرية لو على الإطار التنسيقي؟ أنا أعرف أنت تقول بأننا ننتظر الرأي داخل البيت الشيعي، لكن وفق المباحثات الأخيرة هسا الإطار الكتلة الصدرية لديها وفد الآن في أربيل، ما الذي اتفقتم معاه؟ يعني شو اللي صار الاتفاق؟ وأنتم أقرب إلى من لحد هاي اللحظة؟ يعني تحية لك، تحية للأخوان عادل ومجاشع والأخوات والأخوة المشاهدين. أنا بالحقيقة أريد أكمل ما قاله وأيد ما قال أخ عادل، ليس كل ما يقال في الصحف وفي الجرائد والإعلام وشبكات التواصل هو حقيقة الوضع أولا. ثانيا، من طبيعة مثل هذه اللقاءات أن لا يعلن عن ما يدور، حتى إذا صدرت بيانات أو بيان مشترك أو تصريح سيقول أجواء وكذا إلى آخره، لأنها حساسة، لأنها تتعلق بإعطاء معلومات للطرف المقابل. أنا أتصور كل هذه اللقاءات التي تجري الآن، كل من يقول لك أنها تتكلم عن تفاصيل وكيفية تشكيل الحكومة، أنا شخصيا أقول لا. كل من يقول لك أنه تم الاتفاق بين الديمقراطي والاتحاد على مثلا منصب رئيس الجمهورية أو غيره، أقول لك لا. كل هذه الأمور تجري بعد الجلسة الأولى وبعد إعلان الكتلة الأولى. حتى إعلان الكتلة الأولى ضروري، ولكنها مسألة ستؤجل، لأن الآليات واضحة، القسم، رئاسة البرلمان بعد 10 أيام أو 15 يوم، انتخاب رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية بعد 10 أو 15 يوم يكلف مرشح الكتلة الكبرى. عند تحديد وبيان الكتلة الكبرى ومرشحها، أنا أعتقد عندها كل القوى بالتأكيد، عندها الآن، عندها مشاريعها، عندها مقترحاتها للبرنامج الحكومي الذي تريد أن تدخل به مع أي جهة يتم قرارها، يومها راح تطلع أوراقها جاهزة، وذاك اليوم يبدأ فعلا الفصل الأخير اللي يدور مباحثاته حول توزيع المناصب وكيفية المشاركة وعلى الأقل النقاط الرئيسية لبرنامج الحكومة. لذلك هذا تحديد العفو، لا أنا آسف على مقاطعتك أستاذ عبد السلام، هذا تحديد الكتلة الأكبر، الأكراد راح يكونون مبادرين به لو هم فقط يشتركون فيه، هو من اللي يحدد الكتلة الأكبر؟ يحدد الكتلة الأكبر الكتل، تشوف احنا انتخاباتنا تقريبا مو شيء غريب، يعني لو تلاحظ انتخابات في أوروبا أيضا راح زمان 50%، راح زمان حزب يجيب 40-45%، كل الأحزاب اللي تشكل حكومة أغلبية تجيب 30 ممنونة 30%. لذلك اللي يحدد الكتلة الكبرى هو طبعا الاتفاق بين أكثر من كتلة على أن يعرفوا نفسهم وتعرف يعني لازم أسماء، مو رؤساء الكتل مثل سابق، اليوم لازم كل تجي اللي يريد يشكل الكتلة الكبرى يسرد لي أسماء الناس من أي كتلة جايين، مو مشكلة، لكن المشكلة أسماءهم، يقول عندي 70 نائب، عندي 90 نائب، عندي 100 نائب.
أنا أقول نفترض أنه تقدم والديمقراطي الكردستاني والصدر قرروا لضرورة ما أن يعلنوا تشكيل الكتلة الكبرى قبل يوم الأحد المقبل أو السبت المقبل. نفرض الاتحاد الوطني ب 18 كرسي وعزم أيضا بيقولون 20-30، ذاك الوقت راح تكون عندنا ظاهرة مرفوضة وتتناقض مع العرف السياسي اللي دار عليه يعني الحكم من 2005، وهو أنه ستكون كتلة كبرى الشيعة فيها أقلية. بمعنى تسمع دكتور مجاشع؟ صحيح. تتشكل حكومة من أغلبية، وبالذات أغلبية الفائزين وهو جانب صحي جدا، ولكنها ناقصة لأن المكون الأكبر والفائز الأكبر أيضا في الانتخابات سيكون وزنه داخل هذه الكتلة أقل، لذلك ممكن احتمال أنه واحد كردي أو واحد سني زي رئيس وزراء على أساس الشيعة أقلية. لذلك التيار الصدري إذا يريد يتم تكليفه بتشكيل الحكومة يجب أن يقوم بعملين. الأول أن يحاول أن يجلب بعض الكتل والمجاميع أو الأفراد من المكون الشيعي لكي يكون وزن الشيعة في أي كتلة كبرى أكثر من على الأقل 50%. عنده 75 نائب الكتلة الصدري، عندها 75 نائب. أخي أعرف عنده 75 صحيح، ولكن باشر إذا صار تشكيل الحكومة يجب أن يحصل على 165 صوت. زين السنة إذا اثنيناتهم يجون والكرد اثنيناتهم يصيروا 200. لا شلون حسبت 75 و35؟ خلينا نحسب تقدم 35 وخلينا نحسب الديمقراطي ايش قد 32؟ لا ايش قد الديمقراطي صار 160. احسبه ما يصير نصف زائد واحد، ما يسوي حتى منا مستقيل منا مستقيل لا واحد. اسمح لي انا اسوي، انا خريج رياضيات. زين الديمقراطي والاتحاد الوطني في يعني اكثر الحالات تفاؤلا. زين الديمقراطي والاتحاد اثنيناتهم 50-50 تقريبا. زين يعني 49. اوكي عزم وتقدم ايضا راح يصير حوالي 50، صاروا 100. وإذا من الشيعة فقد 75 صدري 75 لنقول صار 175 صحيح 50+1. زين. ولكن هذا اللي أشرت له، يعني من ضمن 175 الشيعة أقلية قياسا بالطرفين الآخرين. لذلك أنا قلت لازم. زين لحظة خلنا نتوقف عند هاي، أنت خرج رياضيات، ليش ما تقول ممكن قسم من عندكم كديمقراطي وكتقدم ومجموعة من النواب يأتون مع الكتلة الصدرية وبعض المستقلين وتصير حكومة تشبه الحكومات النموذجية بكل دول العالم، تصير حكومة أغلبية وطنية مشارك بها جزء من الأتراك، جزء من السنة وجزء من الشيعة، ولا بها أغلبية ولا أكثرية. فيما يخص الجانب الكردي هذا حصل فعلا، لأن من 5 أطراف فازت بانتخاب بمقاعد، 3 أطراف أعلنت أنها ليست مهتمة لا بالمشاركة بالحكومة صحيح. ولا بالمفاوضات وستتحول، وهذا اللي أنا أريده. يعني إحنا نريد نفكك هذا الجبهات الثلاثة التي برزت من 2005. ما فادتنا يا أخي، وتصير هاي تتفكك واقعيا واقع أستاذ عبد السلام. أنا أعتقد تشوف أنت هسه الوضع اللي دا يصير اليوم صعب جدا بهالدولة، بس لازم يجي يوم الهوية العراقية والاهتمام بالبرنامج يكون هو الأساس. يعني لأن صحيح سنة صحيح شيعة صحيح كرد، هاي الله خلقنا هيجي، ولكن عندنا أحزاب في كردستان، تعرف عندنا 44 حزب. هذه الأحزاب طبعا لأنها موجودة لأنها مختلفة، ولذلك لا يمكن لها أن نتوقع منها أنه تشترك سوية في أي مشروع معين. إذا اشتركت سوية هذا دليل فشل، كما كان اشتراك الكل في الحكومات السابقة. لذلك إذا تسمح لي أنا إذا أقول إذا الكتلة الصدرية تريد يتم تكليفها بتشكيل الحكومة عليها تقوم شيئاً. أولاً تجمع كتل أو مجموعات من الشيعة، طبعاً منين تجيبهم؟ لو من التيار لو من غير مكان، حتى تكون داخل الكتلة الكبرى هي أكثرية على الأقل. الشيء الثاني أنه تتفق مع التقدم والديمقراط الكردستاني أن يسجلون نفسهم بالكتلة الكبرى. أنا أعتقد ماكو حماس لا عند التقدم ولا عند الديمقراطي أنه في هذه المرحلة يدخلون فعلا في هذا الموقف الحاسم ويكونون جزء من الكتلة الكبرى.
يتركون الأمر للصدر هو يحلها. لأن إحنا نقول دائما خلي المكون، شلون مثلا هسه خلي خنجر وحلبوسي يحلون مشكلة رئيس البرلمان، لأن راح يوفرون علينا وقت يجي دور علينا إحنا زين. والاتحاد على الأقل نحل الموضوع زين. هسه وضحت هاي الفكرة، الفكرة الرياضية. من الناحية السياسية، الحزب الديمقراطي الكردستاني عنده فيتو على تجديد كل الرئاسات، لو عنده فيتو على تجديد الرئاسة للسيد برهم صالح فقط. ما عندنا فيتو على أي أحد، لا عندنا على برهم صالح ولا على الرئاسات. أوف. إحنا أنا أردد كلام الرئيس مسعود البرزاني منذ 2012، نحن لا مشكلة لنا مع الأشخاص، ولا مشكلة لنا مع الأطراف، ولا مع المكونات، ولا مع الأحزاب. مشكلتنا مع طريقة التفكير في إدارة هذه الدولة. شفت؟ يعني إحنا عندنا تجارب مرة مع أكثر معظم اللي يرد أسماءهم أنه ممكن يشكلون حكومة، سواء كأفراد أو ككتل، لكنها أبداً لم نقاطع. إحنا نأمل دائماً، لذلك هاي مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن اللي أنا أعتقد لو تلاحظ في زيارة المالكي وحتى في البنود البرنامج مالهم اللي طرحوه صار تعديل، هم هم أكدوا على نقطتين رئيسيين. لازم نفكر في تغيير طريقة حكم العراق، الطريقة القديمة فشلت جلبت لنا مشكلة. ثانيا يجب أن يكون الحال الحكومة الجديدة اللي يشكلوها يشعرون بأنهم مشاركين فعلا مو فقط إشراكهم، وأن يكون هناك توافق في اتخاذ القرارات الرئيسية ما ينفرد. يعني باشر إذا إحنا والتقدم وصدر شكلنا حكومة وصار رئيس وزراء من صدر، وبعدين مثل قبل الحكومات السابقة الرئيس ديوان مجلس الوزراء يطلع قرارات وبيانات، شنو يعني أقدر أفتهم من كلامك أستاذ عبد السلام بأنه أنتم ما عندكم مشكلة إذا تم ترشيح السيد برهم صالح ضمن خلطة توافقية للخروج من هذه المشكلة وأن يكون رئيس جمهورية؟ ممكن. إحنا ممكن. شوف، يردد على لسان الديمقراطي الكردستاني هواية كلام هو مو صحيح. الديمقراطي الكردستاني عنده كلام واحد زين. يقول رئاسة الجمهورية بالعرف السياسي اللي صاير من حصة الكرد، لا يجوز لأي طرف من الأطراف الكردية بضمنه الديمقراطي الكردستاني أن يدعي أن هذا من حقه. لذلك يجب على المكون أن يتفق فيما بينه على مرشح، يعني يكون المرشح بالتوافق. إن شاء الله نتفق على برهم صالح، إن شاء الله يتفقون الأخوة ويانا. زين، هي مو كانت من 2005 ولحد الآن أنا سامع أنه أكو اتفاقية بأنه رئاسة الإقليم إلى الحزب الديمقراطي ورئاسة جمهورية الحكومة الاتحادية إلى الحزب الاتحاد؟ إذا تسمح لي أشرحها. ذاك الوقت اتفاق بين المرحوم جلال طالباني ومسعود بارزاني كان أنه أعلى منصب نحصل عليه في بغداد يكون من نصيب الديمقراطي الاتحاد الوطني، مقابل تأييد الاتحاد الوطني لمرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية، رئاسة الإقليم هذا، وأن ينزل الحزبان بقائمة واحدة. 2014 الاتحاد الوطني أعلن أنه في حل عن هذا الاتفاق، نزل بقائمة منفردة، وحتى لمنافسة الرئيس البرزاني في الولاية الثانية نزل مرشحين بتأييده. لذلك هذا الاتفاق كان موجود ضمن الاتفاقين الاستراتيجي بين الحزبين. الشروط هذا ما موجود. شوف، رئيس الأقليم في كردستان يتم انتخابه بالبرلمان، يعني مو من حصة الديمقراطي الكردستاني، أي واحد يقدر يرشح نفسه ويفوز. رئيس الوزراء في أقليم كردستان كما في الدستور العراقي، كما في قانون مجلس النواب، قانون برلمان كردستان، الكتلة الكبرى رئيس الإقليم يكلفها. إذا الاتحاد الوطني فاز بأكبر عدد ممكن أو شكل كتلة أكبر من الديمقراطي عوافي عليه. لذلك لا يمكن أن نقول الآن في ظل زوال الاتفاق الاستراتيجي أن الاتفاق السابق أنه هذا للديمقراطي، هذا شيء ما موجود. طيب. يجب أن يتم الاتفاق. زين استاذ عبد السلام، انا اسف، خلي ارجع للاستاذ عادل، شويه تاخرنا عليه. استاذ عادل، اشكرك انه عفوا لك استاذ عادل. مثل ما يقول دكتور مجاشع، الاقرب الى الواقع هو انه الكتله الفائزه دستوريا ال 75 مقعد، الكتله الثقيله تستقطب الكبير، يستقطب المتفرقين، فممكن الكتله الصدريه تستقطب مستقلين شيعة، اطراف من داخل الاطار التنسيقي، قد يكون مثل ما قال دكتور مجاشع السيد الحكيم، السيد العبادي، وأطراف مؤثرة كثيرة، وتشكل حكومة هي أغلبية لكن أشبه بتوافقية. شنو المشكلة؟ أقرب للواقع هذا الكلام؟ لا، مو أقرب للواقع. يعني الكتلة الكبيرة مثل ما يفترض أنه أن تكون هي بيئة
جاذبة قد تكون بذات الوقت هي بيئة طاردة، يعني ما تحقق أنه اندفاع الآخرين للالتحام معها، لأنه لديها مجموعة من النقاط تطرحها قد يختلف معها الآخر. وبالتالي اليوم مثل ما التيار مصر على أنه أغلبية وطنية، لا الكرد يقبلون بالأغلبية الوطنية أن يروح معارضة، ولا السنة يقبلون، ولا الإطار التنسيقي يقبل. يعني المجمع السياسي العراقي الأعم الأغلب من عنده في كفة، والسيد الصدر في كفة، هذا كيف يتوافق؟ أنت شلون جزمت أنه لا الكرد ولا السنة كلهم؟ ما المفاوضات جيدة مع الحلبوسي، يعني المفاوضات جيدة مع الديمقراطي. لا مع من؟ ليش جزمت؟ جيدة مع من؟ أنا مع الديمقراط ومع التقدم. أنا عندي معلومات أتحدث عنها، أنا عندي معلومات. يعني السيد عبد السلام برواري أنا أهني على هاي الدبلوماسية الرائعة الراقية الروعة روعة روعة، ولكن يعني صاغ عبارته فعلا أنه ماكو فيتو كردي على رئاسة الجمهورية، بس أكو رأي كردي في برهم صالح، أكو رأي من قبل الديمقراطي الكردستاني. لأن هسه هو خلي صحيح لي إذا أنا أخطأ في التعبير أو لا، الكرد الأخوة الكرد في قضية منصب رئاسة الجمهورية يردون رئيس جمهورية يخدم قضيتهم، يخدم مشروعهم، يخدم وجودهم. برهم صالح ما خدمهم. زين هسه تدعوه فين برهم صالح؟ هاي مشكلة داخل البيت الكردي. صح لو لا؟ خلينا بالكتلة الصدرية اللي راح تستقطب عدد كبير من الإطار التنسيقي. عفوا هاي مهمة الأستاذ عادل طلب رأيي، خلي أقول رأيي. مو باختصار مو من وقته اليوم هو. كلش باختصار. هو يمكن عندهم وفد من دولة القانون راح يروح للإقليم كردستان باكر يعني. بس اسمع رأيك صحيح أنا ما طرحته. لا هاي أستاذ عادل أرجوك، هاي مو دبلوماسية من عندي، أشكرك طبعا على المدح. احنا مدركين عندنا خبره سياسيه دستوريه قانونيه كافيه لان نعرف رئيس الجمهوريه شنو واجباته. احنا نعرف رئيس الجمهوريه ما يقدر يتصرف ككردي لمصلحه الاقليم. اصلا رئيس الجمهوريه برهم صالح حتى قبل جلال طالباني هم راعين الدستور وخلق الماده 140 وغيرها وغيرها، حدث في زمانهم خلق الماده 121 ثالثا اللي تقول توزع واردات الاتحادية بالنسبة للسكان على الأقاليم والمحافظات تم قطعها بوجودهم. زين يعني هسه أستاذ عبد السلام خليني أرجع لأستاذ عادل على متوزع الوقت بيناتكم الله يحفظك. هسه هذا الموضوع طويل، هسه موضوعنا على الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة، يعني فد يوم إن شاء الله حلقة خاصة أجيب شخص من الاتحاد وشخص من الجيل الجديد وجنابك، أدعو جنابك ونتكلم عن هذا المنصب. لا ما ادخل هيك حوارات. ليش؟ ونحكي بالتفصيل. لا ناخذ راي الاتحاد وناخذ الخلاف اساسه حول هذا المنصب. تعال بقهوه بقرب بيناتنا نحكي عليها بس مو بعد التلفزيون. لا مو بالمناسبه يعني الشيء بالشيء يذكر. ما جاوبتني على سؤالي استاذ عادل. شنو سؤالك؟ اللي يتعلق بالحاله الواقعيه المثاليه انه يجون جزء كبير من المستقلين من الاطار التنسيقي مع الكتله الصدريه ويشكلون حكومه الاغلبيه اللي هواي ناس مع هذا الراي، كافي حكومه توافق، كافي توافقيه، يقول لك كل هذا البلاء اللي احنا به هو هذا مشروعكم توافق الاغلبيه، ليش ترفضوه هسه؟ لا ما رفض. وترفعوه بال 2018. لا احنا ما رافضي اخو دوله القانون. أول من يعني لو دولة القانون وماخذ 75 مقعد ما ترفعون شعار الأغلبية؟ لا دولة القانون أول من رفع شعار وشعاره بالانتخابات بمناسبة مو بعد ما فاز، شعاره الانتخابية أغلبية سياسية. أعرف والله أعرف. مو حتى توضيح المشاهد. أغلبية سياسية، من شاف شعاره هذا بالأغلبية السياسية وهو فائز يصطدم برؤية شركائه الآخرين، عدم رضا عدم قبول من الآخرين أن يمضي بهذا، تراجع عنها وما صارت، ما صارت لعدم القبول. اليوم بوضع النتائج الانتخابية بهكذا صورة بتلاعب يعني جرى على قدم وساق، بهذا التلاعب بهاي الصيغة اللي أفقدت، أنا بتقديري هاي نقطة غاية في الأهمية اللي هسه حتى نقدر نربطها في قضية منصب رئاسة الجمهورية والاتحاد والديمقراطي، يعني أرادت أن تفقد الوزن السياسي وتخلي قباله الوزن الانتخابي، وهذا ما يصح بالسياسة العراقية. يعني الآن إذا ما أخذنا أضرب مثالين، المثال الأول السيد عمار الحكيم مثالا، السيد عمار الحكيم يتعامل ويا سيد مسعود برزاني، يتعامل ويا سيد
المالكي يتعامل ويا عنده وزن سياسي بس يتعامل ويا على اساس هو وزنه مقعدين زين يتعامل ويا بوزن السياسي. فالاتحاد الوطني ايضا كمثال الاتحاد الوطني وزن السياسي بفقدان رحمه الله عليه امام جلال اصبح يعني وزن السياسي وزن اخر زين وزن اخر. فبالتالي اليوم كفت الرجحان في اداره القياده الكرديه الى وان كانت هي بالتوافق وبالحوار ولكن اقول كفت الرجحان الى الديمقراط الكردستاني سيد مسعود برزاني زين. كفت الرجحان الان للبيت الشيعي في ان يعطي وهذا طبعا يتوافق مع الرايين السني والكردي معا زين. ان يذهبون الى اجماع شيعي فالاطار يحقق هذا المعنى انه اجماع شيعي. ليش تريد تقوله بانه الاطار الثقل السياسي اكبر من الكتله الصدريه؟ طبعا يقينا هذا من يعترض عليه يعني هذا يجانب الحقيقه. بالعكس السيد من الناحيه الاداريه اكو شخص يتحكم ب 75 حتى نار. حتى لا تستغل افضل هاي من جهات حتى هاي لا يقطعوها باليوتيوب. السيد الصدر له من الوزن والثقل السياسي ما يحترمه الجميع و وانت ليش خايف تتقطع؟ لا لا مو ادري بيهم انت تقصده انه بس الاطار بس يحكي عادل مانع يقطعه الاطار ثقل السياسي لا لا بس يحكي عادل مانع يقطعه لا ناصبه لا جزوه. فالسيد الصدور له من الثقل السياسي ما له ولكن اذا ما اردنا ان نقيس وزن السيد الصدر مع مجموعه شخصيات الاطار التنسيقي لا خو يقينا شخصيات الاطار التنسيقي اكثر ثقلا سياسيا. ما احكي انتخابيا، انتخابيا سيد الصدر اكثر. زين. بس كوزن سياسي تتعامل وياه خو هذه السيد المالكي بيها، سيد العمار الحكيم بيها، هذه العامري بيها، فالح الفياض بيها، حيدر العبادي بيها، اعدد بعد. زين. وهذه ليش هو شنو اللي يقوي السياسه غير الانتخابات؟ خو اللي ما الى ثقل سياسي وما الى ثقل انتخابي بالمفاوضات تحكون انتم على المقاعد هي نقاط. الانتخابات مفرده من مفردات التعاطي السياسي. الانتخابات مفردة من مفردات الديمقراطية، الانتخابات هي مفردة من مفردات التوافق السياسي زين. الذي جرت عليه العادة. مو جنابك الكريم سألت استاذ عبد السلام الدكتور مجاشع تأخرنا على دكتور مجاشع. لا لا اكو قضية احنا اساسا خلينا ننطلق من هذول الاثقال السياسيين لحد الان شو ما عندهم تفاهمات واضحة مو مثل الكتلة الصدرية انشط بالتفاوض من الإطار التنسيقي هسه مع من هي واضحة يعني الكتلة الصدرية أوضح من الإطار التنسيقي. إذا تقولكم أنا مع حكومة أغلبية ولا معارضة أنتوا اللي رجل اللي تقدمون رجل هسه لو فرضنا أن هسه هو من الأقرب للإطار التنسيقي لو فرضنا فرض المحال ليس بمحال لو فرضنا أن الكتلة الصدرية تستطيع أن تملي رأيها على المجمع الشيعي السياسي على الإطار أي أقول تفرض زين خوش بس ما تقدر تفرض على الكرد وعلى السنة. يجوز الكردي ما يريد يروح يا أخي معارضة الجبرة يجوز يروح هو الخيار إيه سؤالي هذا سؤالي تحركم أسرع منكم فمثل ما تنطي الخيار إلى شريكك الآخر أنا أيضا شريكك يفرض يفترض أنه تشاورني في الأمر مو تفرض علي. وكأنه اليوم هي هاي الملاحظة الوحيدة اللي على قضية الإطار وكأنه عفوا التيار وكأنه يريد أن يفرض رؤيته على الآخرين وهذا خلل سياسي كبير. طيب خلينا نروح للدكتور مجاشع. العفو دكتور تأخرنا على جنابك شوية بالوقت اعذرنا شوية. دكتور مثل ما يقول الأستاذ عبد السلام البرواري يعني يقول من الناحية الرياضيات مستحيل تصير هاي حكومة الأغلبية الوطنية اللي نادي بها سيد مقتدى. ليش؟ لأن راح تحول الشيعة إلى أقلية لأن هو حسبها بالرياضيات 50 نائب كردي و50 نائب سني وصاروا 100 مقابل 75 نائب شيعي فبالتالي الشيعة هم الأقلية في هذه الحكومة. هذه حكومة غير واقعية. هسه هو الكردي مقابل الشيعة شلون يقبلون البقية؟ لا يعني أستاذ عبد السلام برواري يعني ذهب باتجاه آخر وكأنما سيكون الإطار التنسيقي والمقاعد الانتخابية الشيعية ستكون خارج العملية السياسية وكأنما أن السيد مقتدى الصدر سيتفق مع جميع الأطراف الكردية ومع جميع الأطراف السنية. يعني لحد هذه اللحظة بعض الأطراف الكردية أعلنوا صراحة مثلما أعلنت بعض الأطراف الشيعية أنها بدأت بتشكيل نواة المعارضة. السيد مقتدى الصدر لم يتفاوض ولم يتفق مع السيد تحالف العزم فأنا يعني ربما أختلف معها بهذه الحسابات. وحينما يتم تشكيل الحكومة يكون السيد مقتدى الصدر ممثلا للمكون الشيعي فطبيعي أن يكون السيد مقتدى الصدر في الحكومة
هو يمثل الكتلة الأكبر، أما بالنسبة للأطراف الشيعية الأخرى سوف لن تخرج خارج العملية السياسية. هي هاي المشكلة، أنه كل من يخرج خارج الحكومة يعتبر أنه خارج العملية السياسية. بالعكس الإطار التنسيقي إن يعني أراد الذهاب إلى المعارضة فسيكون داخل العملية السياسية، لكن المشكلة الحقيقية أنه التيار الصدري مثل ما قلت لحضرتك عند مرونة، أنه مرونة السيد مقتدى الصدري يقول إذا لم أستطع تشكيل حكومة الأغلبية السياسية سأذهب إلى المعارضة، لكن الإطار التنسيقي لحد هذه اللحظة لم نسمع منهم أي تصريح بالذهاب إلى المعارضة، وهذه طبعا من بديهيات الأنظمة الديمقراطية. ليش ما تكون واضحين؟ هم واضحين الناس واضحين مثل ما انتم واضحين، هم واضحين يقول لك احنا نريد نشارك واضحين بالحكومه. واضحين استاذ، واضحين استاذ غزوان، واضحين لان السيد مقتدى الصدري ينظر الى يعني ان لم يستطع تشكيل حكومه الاغلبيه فهي خساره جوله، لكن الاطار التنسيقي يعتقد انه في حال عدم يعني دخوله في الحكومه او تشكيل الحكومه سيكون يعني للاسف خسر المعركه كامله. هذه هي زي ليش ما تقول اعتزازا من الاطار التنسيقي بوحده البيت الشيعي ما يريدون يروحون في تشكيل حكومه بمعزل عن التيار الصدري، ما يريدون يصيرون ضعفاء امام الكتل الكرديه والسنيه، ليش ما يجي تحسبها؟ من 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 يعتز بالمكون الشيعي ويمثل المكون الشيعي عليه ان يذهب الى الاحياء الشيعيه ويذهب الى المحافظات الجنوبيه التي تعاني. هذا الصيف ستنتهي المحافظات الجنوبيه لان المياه قطعت بشكل تام من ايران، وتقريبا 70 الى يعني 75% من يحملوها الكل من ضمنها الكتله الصدريه. فهذه ما جلبته ممثلي المكون الشيعي اللي لازم الشديد 18 سنه حتى في زمن الهدام صدام حسين كانت نسبه المياه يعني موجوده. الفقر الان يعني وصلنا الى مراحل مخزيه، يعني حينما نشاهد الان يعني رجال شيعه امام ممثليهم وامام مكونيهم وهم يتحدثون عن مقاعد وتشكيل حكومه وهم لا يجدون قوتهم اليومي. فأستاذ نشوان، هذا الحديث عن أنه ممثل المكون الشيعي للأسف الشديد، حتى بالنسبة لكلام السيد الأستاذ يعني عادل، يعني موضوع أنه لديهم رمزية ولديهم هذه الرمزية، يعني القيادات ثقل سياسي أغلب القيادات الموجودة في الإطار التنسيقي لحد 2006-2007 لم يكونوا معروفين، لكن من مشاركتهم في الانتخابات في القائمة 169 وقائمة 155 وما حصلوا عليه من مقاعد ومن أصوات برزت هذه الأسماء. فحينما نتجاهل يعني صندوق الانتخاب نقول لهم أوزانهم السياسية ولا نهتم يعني نعطي اهتماما كبيرا للمقاعد الانتخابية، فهذا للأسف يعني هذا موضوع غير دقيق وغير صحيح. طيب دكتور، يعني دكتور ليش كل اللقاءات كل اللي يجتمعون بسيد مقتدى الصدر يطلعون يعني باهتين بدون تصريح، ولا حتى هو السيد مقتدى يصرح، وإذا بي يخرج لنا بتغريدة كأنه نسف لكل هذا اللقاء؟ هذا دليل على أنه كل اللقاء اللي صارت سواء كانوا يا أطراف الإطار التنسيقي أو يا الأكراد أو يا السنة ما وصلت إلى نتيجة. هذا ما يدل على أنه هنالك عدم مقبولية لحكومة الأغلبية؟ والبعض يعتقد بأنه السيد مقتدى عندما يذهب إلى الأكراد، عندما يذهب إلى السنة ب75 مقعد مو مريحة بالنسبة لباقي الأطراف مثل الإطار التنسيقي. إطار التنسيقي أكيد سيفرض شروط أقل حدة أقل صرامة من الكتلة الصدرية، فبالتالي هم الأقرب للإطار مو من الكتلة الصدرية. هذا واقع، هذا تفسير يعني رأي سياسي مو رأي. يعني هذا الموضوع بالنسبة للاجتماعات داخل البيت الشيعي هذا لربما، لأن هناك من يعتقد أن السيد مقتدى الصدر سيتنازل عن موضوع الأغلبية الوطنية، ودائما المكتب الإعلامي وحتى السيد مقتدى الصدر يحاول دائما من خلال التغريدات يؤكد أنه ماض في مشروعه السياسي وتشكيل الحكومة وتشكيل حكومة الأغلبية السياسية. يعني هذا واضح حتى بالنسبة ل يعني الكتلة الصدرية، تلاحظ أن الكتلة الصدرية أكثر تماسكا وهي متماسكة، وحتى بالنسبة للتصريحات ما يصدر منها هي موضوع يعني عكس ما يصدر من الإطار. الإطار دكتور ممكن نتحدث عن كتلة إطار بصراحة لا نعرف هل هي لديها مشروع، هل هناك كتلة حقيقية أم فقط هناك اجتماعات أو منتدى كما يسمون. يعني شنو وهمية؟ يعني لحد هذه اللحظة احنا نتمنى نشوف شنو مشروع الإطار التنسيقي. يعني هل تفرشون الإطار قوة؟ والله صحيح هذه هواية حاضرة يا إطار يا تنسيقي. مرة تقولون احنا تحالف شيعي تشكلنا قبل الانتخابات وكان التيار الصدري جزء من عندنا، احنا مو تحالف، احنا مو كتله سياسيه، احنا مو مشروع انتخابي. هم مو واضح خطابكم، هم حقهم. لا ترى الاطار مو قضيه حقه، لا هاي مردوده عليهم. تعرف ليش؟
أول صدق شنو مشروع أول مرة مشروع سياسي؟ التيار الصدري جزء من الإطار التنسيقي للبيت الشيعي. زين. اجتمع 37 اجتماعا. اي بعنوان صح. بس حكي شنو توصيفكم السياسي؟ قول لي من صارت مو اقول لكم هم عندهم شغله سووها يلحون على قضيه والواقع خلاف هذا. زين. انه من السيد الصدر قرر عدم المشاركه بالانتخابات موشكي راحوا لجماعه طبعا وقع تحت ضغط وتاثير و رجع من رجع الانتخابات بطل ما اجى الاطار التنسيقي. أيه؟ والا هو جزء اليوم يردون يقولون الاطار مو اطار ما يحق لهم يقولون اطار مو اطار هم دا يقولون لك شنو توصيفكم السياسي اذا يعرفون يتعاملون ويا كتله ويا حزب ويا تحالف لغايه هذه اللحظه نحن الكتله الاكثر عددا الممثله للشيعه ولدينا تفاهمات مع عزم سيلتحق انتم ايش قد كم ناب شنو الكتله الاكبر ناس الان يربو على الان يربو تربو مقاعد الاطار التنسيقي على 90 مقعد عجيب منين جبتوا يعني مع العزم مع عزم ستكسر حاجز لحظة 90 شيعة كلهم 90 شيعة طبعا منين مستقلين منين مستقلين طبعا مستقلين تقدر تحسب لي يعني مسوي لي خارطة والله شلون جمعتهم 90 انا جامعهم بالبيت اربع مرات 75 شلون سويتهم 90 والله اعطيني جمعك اعطيني جمعك دولة قانون 35 وفتح 17 ايش قد صار اشراقة قانون 52 اشراقة قانون وياكم لا اشراقة قانون اي 58 يسجل 58 هو ما واصل ومجموعة مستقلين فالح الفياض التصميم او هيك فالح منظم العزم مجموعة فالح منظم العزم العقد الوطني ومجموعة هواية مستقل على واحد هواية عزم اذا ما يربو على 20 مستقل انضموا على 75 اقول انه الجلسه الاولى هذا حديثنا زين كله زين اعتقد انه انا انتم مصممين عندكم هيك سيناريو انه تروحون للجلسه الاولى وتبينون عضلاتكم الانتخابيه بالجلسه الاولى واحنا تعلنون نفسكم الآن مو 90 تعلنون نفسكم الكتل اكبر الان احنا محددين في قضيه توقيتات دستوريه اللي هي يوم الاحد قال عنها السيد برهم صالح زين. يوم الاحد فباقي لنا أربعة أيام أربعاء اليوم ثلاث أربعاء خميس جمعة سبت يوم الأحد تنعقد زين. ما لم يتم الاتفاق على أقل تقدير خلال 48 ساعة القادمة الأربعاء والخميس أقول أنه مجلس النواب سيشهد من يقدم بالدليل مثل ما قال السيد عبد السلام برواري بالدليل الأسماء على ورقة وعند ذاك تتبين الحجوم بعد شيل التشفير شويه من هي هاي اللي راح يفاجئ بها مجلس النواب يا كنت اقول لك راح تكون مفاجاه داخل مجلس النواب انا قلت لك مجلس النواب هذا راح يشهد مفاجاه داخل الجلسه الاولى اللي هو من راح يفاجئ الناس اطاله امد اطار تقول اطار التنسيقي 90 مقعد يقينا لا شلون يعني راح يفاجئ الناس يعني يظلون قاعدين اطار تنسيقي يتفقون انه السيد يرضى عليهم لا ما يرضى عليهم ما يجوز هذا مو سياسه هذا مو لعب سياسه كما يحق للسيد الصدر كما يحق للديمقراط الكردستاني كما يحق لعزيم كما يحق لهذه وممكن ان يكون هم احتمال انا ارجح هذا الاحتمال ان يكون جماعه التيار متفقين ويا الحلبوسي حصرا لان الحلبوسي طامع بكرسي الرئاسه زين فبالتالي هو الاقرب ان يتفق مع ما يذهب إليه الصدر ويستطيع السيد الصدر أن يملي عليه ما يريد ويستجيب الآخر طمعا بكرسي الرئاسة جيب. أي نعم أنا أتحدث بوضوح تام فقد يذهبون إلى الجلسة الأولى ويعلنون على أنهم كتلة أكبر بس حينها سيصطدمون خلينا نجمع 75 و35 مو 110 110 أي قد انه هذا السيناريو يصير فاذا صار ايش راح يصير هنا راح يصير كارثه بمجلس النواب لا طرفي الكرد يقبلون ولا الاطار التنسيقي يقبل تعرف ليش لانه اذا عقدت الصفقه هو لم اتفق ويا الكرد على مرشح رئيس زين. الجمهوريه لم اتفق ويا الاطار على مرشح رئيس الوزراء لا واتفق زين ما خلص وقت الان جدا اعتذر واعتذر من استاذ عبد السلام خليني تجاوب عندك تعليق الدكتور دقيقه الله يحفظك نص دقيقه لا دكتور مجاشع وارجع لك استاذ عبد السلام لك النص دقيقه مو على مدر الرد دكتور مجاشع عندك تجاوبني بنص دقيقه وارجع لك اي ارجع لك سجلها يمك استاذ عبد السلام تفضل دكتور مجاشع باقي اربع يعني اربع ايام وان شاء الله هنشوف يعني
يعني هاي الكتلة الأكبر إن شاء الله. وصحيح اكو تفاهمات نهائية مع السيد الحلبوسي ويقبل السيد مقتدى بأنه يجدد الولاية الحلبوسي ما عنده فيتو؟ يعني السيد الحلبوسي أصبح زعيما سياسيا وقيادات الإطار من جعلوه زعيما سياسيا حينما منحوه رئاسة البرلمان، فلا يمكن أن تقول للسنة هذا لا يمثلكم، يعني هذا واقع. خنجر هو يقول ما يقبل، يقول قيادات الإطار من زعيما سياسيا. الإطار يذهب إلى تغيير الرئاسات الثلاث بشكل واضح. خليني أروح النص دقيقة، تفضل أستاذ دكتور عبد السلام، إلك الكلام. كل ما يدور حنو راضي يقبلون ما يقبلون، أرجو أن شوي نقتصد به، نخلي الكرد أو السنة هم يقررون يقولون نقبل هذا ولا هذا. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في الحقيقة إحنا نخلط شيئين، التكوين الكتلة الكبرى شيء وتشكيل الحكومة شيء آخر. ممكن أنه ما يشارك هذا الطرف أو ذاك أو هذا المكون أو ذاك في مسألة الكتلة الكبرى ونخليها للأخوة الشيعة، بعدين لما يكلف مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل حكومة يومها تبدأ المفاوضات نشترك بالحكومة الأولى. يعني مو شرط كل المشاركين، ما تصير هاي إذا اتفق التيار الصدر والحلبوسي بعد الإطار يستثنون من أن يرشح أو يكون له رب الترشيح، بعد يصير وكأنه أغلبية وبالتالي يصير فرض الواقع. أنا هذا اللي أحدث عادة ممكن يضمون بعض أطراف الإطار. طيب أتصور يعني ظاهر التيار الصدري يقول حكومة أغلبية وطنية. أنا جدا أعتذر من جنابك دكتور عبد السلام، خلص وقت البرنامج. دكتور عبد السلام البرواري عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، كنت معي من أربيل، شكرا جزيلا لجنابك، وكذلك الشكر موصول إلى السيد عادل المانع عضو ائتلاف دولة القانون، شكرا لك، والشكر موصول إلى الدكتور مجاشع التميمي المحلل السياسي، واعذرنا دكتور مجاشع خاف قصرنا وياك بالوقت، شكرا لجنابك وشكرا موصول لكم محبة المشاهدين، تقبلوا وطيب تحياتي، أشوفكم باكر في مالا.